السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود من إحدى المناطق المحررة في شمال سوريا، حيث ألقت الانتصارات العسكرية الأخيرة التي حققها جيش الفتح بظلالها على الساحة السورية وعلى خارجها. وتعتبر جبهة النصرة إحدى الركائز الأساسية لجيش الفتح، غير أنها تصنف دون غيرها من الولايات المتحدة الأمريكية على أنها جماعة إرهابية. وفي الوقت الذي يستهدف فيه النظام السوري مقرات الجبهة ورجالها، تستهدف الطائرات الأمريكية وطائرة التحالف والتحالف الأمريكي نفس الأهداف، حيث تتعرض مقرات النصرة وقياداتها لتلك الصواريخ بعدما وضعت الولايات المتحدة الأمريكية جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سلة واحدة، رغم الخلاف الشديد بينهما فكريا وعقائديا وحتى عسكريا. أسست جبهة النصرة في شهر يناير عام 2012 بعدما عاد أبو محمد الجولاني من العراق التي ذهب إليها في منتصف مارس من العام 2003 لمقاتلة القوات الأمريكية التي قامت باحتلالها آنذاك. عاد الجولاني إلى سوريا وأصدر البيان الأول فيها في 24 من يناير الذي حدد من خلاله الهدف من وراء إنشائها، وقال في هذا البيان إنها تسعى لإعادة سلطان الله إلى أرضه وأن تثأر للعرض المنتهك والدم النازف. وقد تميزت الجبهة بعملياتها القوية والجريئة في بدايتها ضد النظام السوري ومراكزه الأمنية في العاصمة السورية دمشق. وحينما أعلن أبو بكر البغدادي أمير الدولة الإسلامية في العراق والشام اندماج جبهة النصرة مع تنظيم الدولة، أعلنت جبهة النصرة تجديد بيعتها إلى الدكتور أيمن الظواهري في شهر إبريل من العام 2013 رافضة ما أعلنه البغدادي. ودخلت الجبهة في قتال مع تنظيم الدولة، استولى خلاله التنظيم على كثير من المناطق التي كانت تخضع لجبهة النصرة بما فيها المناطق السورية الغنية بالنفط. في حلقة اليوم نسعى لفهم أهداف واستراتيجية جبهة النصرة وحقيقة ما ترمي إليه باعتبارها الآن إحدى القوى العسكرية الرئيسية العاملة على الساحة السورية والتي تهدف إلى إسقاط النظام. وحوارنا هو مع مؤسس الجبهة أبو محمد الجولاني. أبو محمد، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أشكرك على أن منحت شبكة الجزيرة وبرنامج بلا حدود هذا الحوار. أهلا وسهلا. لدي عشرات الأسئلة التي ربما أنوب فيها عن عشرات الصحفيين من كل أنحاء العالم الذين تقدموا بطلبات إليكم وأثرتمونا على الآخرين. مستعدون شاء الله. أود أن أبدأ من الانتصارات الأخيرة التي حققتها أو التي حققها جيش الفتح التي تعتبر جبهة النصرة إحدى ركائزه، تحرير إدلب ومعسكر المصطومة ومؤخرا المشفى الوطني في جسر الشغور. ما هي الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لهذه الانتصارات؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. بداية، تعتبر هذه المناطق التي تحررت مؤخرا هو خطوط دفاعية أولى لمناطق الساحل، فالأستراد الواصل بين اللاذقية وإدلب هذا كان كله مدعم من قبل الجيش بثكنات عسكرية كبيرة جدا كالقرميد والمصطومة ومدينة أريحة وجسر الشغور وحواجز كثيرة أخرى من تتبع لهذا الأمر كحنبل والقياسات وفريكة وإلى آخره. هذه المناطق تعتبر هي الخطوط الدفاعية الأولى لمناطق الساحل، لكن هذه مناطق سنية. ثم بعد ذلك تبدأ في مناطق يقطنها النصيريين العلويون، فهي تعتبر خطوط دفاعية أولى لمناطق النصيرية التي يهتم بها النظام أكثر من غيرها. فالمعركة كانت في مناطق السنة ولا انتقلت إلى المناطق
ذات الحاضنة الشعبية للنظام. الآن أصبحتم على مسافة لا تزيد عن 30 كيلومترا من القرداحة، عاصمة العلويين كما يطلق عليها، عاصمة أو مدينة آل الأسد، فيها قبر حافظ الأسد الأب. كثير من القرى العلوية أصبحت في مرمى نيرانكم. نعم. ما هي معركتكم القادمة، أو ما هي رؤيتكم بالنسبة لمناطق العلويين في ظل ما يقال عن أن مجزرة تاريخية تدبرها جبهة النصرة إلى العلويين في مناطق اللاذقية والساحل؟ بداية، لا شك أن النصيرية أو العلويون ارتكبوا مجازر كبيرة جدا بحق أهل السنة. فهذا النظام منذ أن حكم قبل 40 سنة تقريبا، وهو يعتمد على في مادته الأولى على العنصر العلوي والنصيري. فهؤلاء هم الذين ارتكبوا مجازر في حماة، هؤلاء هم الذين يلقون براميل متفجرة على السكان والمسلمين في كل المناطق، هؤلاء الذين هم يعذبون في السجون، هؤلاء هم الذين يغتصبون النساء، هم الذين يقتلون الأطفال، هم الذين شردوا ملايين من البشر في أصقاع البلاد، ومنهم من غرق في البحار، ومنهم من يتسول، ومنهم من لجأ في المخيمات في دول الجوار. هؤلاء هم تسببوا في قتل ما يقارب 1,000,000 من أهل السنة في الشام. فلذلك بين العلويون وبين أهل السنة أصبح هناك ثارات كبيرة جدا، خلفوا أهل السنة في بجراح عظيمة جدا. بالتأكيد بشار الأسد لا يقاتل بنفسه، هو يقاتل بهؤلاء، فالطيارين ومن يحالفهم، طبعا هناك من أهل السنة من يحالف نظام بشار الأسد وليس حكم على العلوي، لكن هذه هي العصبة الحاكمة، هذا عصب النظام ينطلق من هذه المناطق. هذه المناطق طيلة 4 سنوات الماضية هي مناطق آمنة، لم تتعرض لضربات، بسبب أن خطوط التماس الأولى كانت مع النظام هي كانت في مناطق السنة. الآن انتقلت المعركة إلى بداية مناطق العلويين. بعض القرى لا تبعد عن نيران مدافعكم أكثر من 3 كيلومترات. نحن أصبحنا متاخمين لهم، واليوم أدرك العلويون أن هذا النظام عاجز عن حمايته، وعاجز عن هم ثبتوا عرشه واستهلكوا هذه الطائفة بشكل كبير جدا لتثبيت عرش عائلة، تثبيت حكم عائلة. والآن تحول الأمر إلى، انقلب السحر على الساحر، تحول إلى خسارة. في الحقيقة المعركة في الشام لا تنتهي في القرداح، هي تنتهي في دمشق، حسم المعركة يكون في دمشق. فلذلك نحن نصب اهتمامنا في ما يساعد على إسقاط هذا النظام. العلويون نعم تورطوا، حربنا ليست هي حرب ثأرية، رغم أن نحن بالنسبة لنا العلويون هي طائفة خرجت عن دين الله عز وجل بكلام أهل العلم والفقهاء، فهم ليسوا، لا يحسبوا طائفة من أهل الإسلام، بل هم خارجين عن دين الله عز وجل وعن الإسلام. أما نحن لا نقاتل اليوم إلا من يرفع علينا السلاح، نحن نقاتل من يقاتلنا. يعني أنتم فهذا مرجعكم الفقهي فيما تقومون به هو دفع الصائل وليس إقامة فتوحات لإقامة دولة؟ نعم، هذا يختلف عن هذا. نحن لازلنا الآن في مرحلة دفع صائل، فنحن نقاتل من يقاتلنا الآن، سواء كان من السنة أو من السنة من يقاتل. يعني كل الجبهات التي لا ترفع السلاح عليكم لا تقاتلوها؟ في هذا الوقت نحن لا نقاتل من لا يقاتلنا. هناك قرى درزية لم تساند بشار الأسد ولم تقاتل، وهي موجودة في المناطق المحررة، لم تتعرض إلى الأذى. هذا يعني طالما فتحت ملف القرى الدرزية، أنا فوجئت وأنا أتجول في خلال الأيام الماضية في كثير من المناطق المحررة، قطعت مئات الكيلومترات، وجود أكثر من 10 قرى درزية، فوجئت أنكم أنتم الذين تؤمنون أهلها، وكذلك هناك قرى مسيحية. نعم أيضا يعني هذا الأمر كان مفاجأة لي. بالنسبة للدروز هم محل دعوتنا، ونحن أرسل إليهم كثير من الدعاة وأبلغوهم الأخطاء العقدية التي هم كانوا قد وقعوا فيها، وأظهروا لنا تراجعهم عن الأخطاء العقدية التي كانوا عليها.
لكن لم ونحن لسنا تقتحموا بصدد، قراهم، لم لا لا تدمروا على بيوتهم، الإطلاق، لم تستولوا على لا لا على ممتلكاتهم، لم الإطلاق، تخربوا معابدهم، لم تفعلوا شيء لا لا حتى الآن. على الإطلاق. بالنسبة للمعابد يعني إن كان هناك شيء يخرج عن الشريعة فنحن نتعامل معه وفق الشريعة. يعني عندهم قبور مثلا تزار، فهذا نحن نعتبره شرك، الإسلام يعتبر هذا شرك بالله عز وجل، فهذا جنبناهم إياه. نحن قلنا أرسلنا إليهم من يصحح لهم عقائدهم، من يعلمهم الأشياء التي خرجوا منها من هذا الدين. فأما بالنسبة للاعتداء عليهم فهذا لم يكن أبدا. وكذلك النصيري العلويون اليوم بعد كل ما فعلوه من المجازر، ديننا دين رحمة، ونحن لا نبتغي، نحن لسنا مجرمين قتلة، نحن نقاتل من يقاتلنا، نحن نقاتل نقف في وجه الظلم. فإذا حتى العلويون إن بينا لهم أسباب أخطائهم وخروجهم عن دينهم وتراجعوا عن هذا الأمر وألقوا السلاح وتبرؤوا من أفعال بشار الأسد، فهم إن فعلوا هذا لن يكونوا فقط في مأمن منا، بل نحن من سيتولى حمايتهم ويتولى الدفاع عنهم، لأنهم في هذا سيكون عادوا إلى دينهم وتبرؤوا من الطاغية بشار الأسد ويكونوا إخوة لنا، وسنحميهم مما نحمي به أنفسنا. يعني أنت الآن ترسل هذه الرسالة الواضحة إلى العلويين؟ بالطبع. الآن إذا العلويين يتخذون قرارا ليس على المجمل، كل قرية تقول أنا بريئة من بشار الأسد، كل قرية على حد، نعم، وتتبرأ من ما فعله بشار الأسد في أهل السنة، وتمنع رجالها من الذهاب للقتال في صف بشار الأسد، وتتراجع عن الأشياء العقدية التي أخرجتهم من دينهم وتعود إلى حضن الإسلام، فبهذا يصبح إخوان لنا، نحن ندافع عنهم كما دعوا، وننسى كل الجراحات التي بيننا وبينهم، لأن نعتبرهم أنهم كانوا في ضلال. وهذه يعني فرصة. ممكن أبو محمد اسمح لي هنا، ممكن نعتبر هذا إعلان رسمي من قبلكم إلى كل قرية علوية بأهلها برجالها بنسائها بمن فيها ممن تحت نيران أسلحتكم؟ هذا الشيء معمول به الآن. يعني نحن الآن مثلا لدينا جنود يقاتلون مع النظام طيلة 4 سنوات، وبالتأكيد قتلوا من أهل السنة وقتلوا، ثم بعض الأحيان نحاصر منطقة معينة فيخرج هذا الجندي ويقول أنا أسلم نفسي، يقول أنا أسلم نفسي الآن، لا تعدموه ولا تقتلوه ولا شيء، يذهب إلى أهله آمنا مطمئنا، فقط أنه يتبرأ مما كان يفعله ولو كان قاتلا منا 1000 رجل. طب اسمح لي في مشهد هنا وأعود له، يعني قبيل سقوط جسر الشغور في أيديكم المستشفى الوطني، وأنا كنت هنا وتابعت كل المعركة من بدايتها إلى حصارها، قبيل سقوطها بيوم أو يومين سلم بعض الجنود أنفسهم، هل هؤلاء يعني الذي سلم نفسه قبل أن نقدر عليه، يعني قبل أن نقدر عليه بعد القتال الشديد، فهذا يذهب آمنا مطمئنا إلى أهله لا نمسه بسوء. هل أعتبر هذه دعوة إلى كل من في من يقاتل مع جيش النظام؟ هذا معمول به ويعلمه كثير من الناس، حتى جنود النظام يعلموا هذا الأمر، من مطار أبو ظور نحن محاصرين وخرج كثير من الناس، هذا أشياء حدثت كثيرا، يعني ليست حادثة وحادثتين حتى ندلل على هذا، هذا أحداث كثيرة جدا. بعض الأحيان النظام يخوفهم أنه جبهة ستذبحكم أو هؤلاء المجاهدين سيذبحونكم أو جيش الفتح سيقتلكم، هذا الأمر بخلاف الواقع، ومنهم من أتى أهلهم واستلموهم من بين أيدينا بعد أن خرجوا وانسحبوا من الأماكن المحاصرة أو من شيء آخر. فهذا أنا أتكلم الآن على جندي يرفع سلاح في وجهنا وتبرأ من النظام وتبرأ من أفعاله وأتى وسلم نفسه وألقى سلاحه فذهب آمنا إلى بيته، فكيف بطوائف إذا عادت إلى دين الله عز وجل وتبرأت من قتل النظام البشع للمسلمين ولأهل السنة، فهم سيكونوا إخوة لنا نمنعهم مما نمنع به أنفسنا. طبعا لا أقول هذا حتى هذا هو أصل ديننا، لا أقول هذا حتى نهرب من تهمة أننا نحن نضيق على الأقليات وهذا الموضوع الذي يثار. هذا السؤال الأساسي الآن، الغرب يركز في وسائل إعلامه أنكم سوريا فيها تنوع عرقي وديني كبير أيضا. نحن لا يهمنا ما يقوله الغرب، نحن ما يهمنا أن نطبق شريعة الله عز وجل، شريعة الله عز وجل واسعة، لسنا بحاجة إلى الغرب حتى يشرح لنا ما هي حقوق الإنسان وما هي حقوق الحيوان. الغرب هو يحاول دائما يلعب على التوازنات،
وعنده الشام يجب أن تحكم بأقلية لا تحكم بأكثرية، حتى الأقلية من يعني لديهم القدرة للسيطرة عليها. فلذلك هم حريصون على بقاء بشار الأسد، لم يحرصوا على بقائه يعني إذا سدت الطرق في وجههم في نهاية المطاف، سيحرصوا على بقاء النظام على أقل التقدير. لذلك نحن يعني نأبى أن نجعل الإسلام أسيرا تتوجه له هذه التهم. نحن لدينا دين الله عز وجل الحنيف، نتعامل مع كل من حولنا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا نحيا من شيء، ليس هناك شيء يقلقنا. فعلى سبيل المثال النصارى، النصارى يعني هناك حملة دعائية كبيرة جدا على أن النصارى ما هو مصيرهم. النصارى هم يعني في أغلبهم يقفون في صف النظام في هذا الوقت. فنحن الآن ذكرنا أن نقاتل من يقاتلنا، لا نقاتل النصارى بشكل عام، نقاتل من يقاتلنا. لكن حتى وإن وصلنا إلى حكم إسلامي وأردنا أن نقيم الشريعة في أرض الله عز وجل، فأنا أرى أن النصارى لهم مميزات يعني من في ظل الحكم الإسلامي. نحن بداية يعني سلط الضوء كثيرا على قضية، يعني أنا عايز أتكلم على وضع النصارى الآن وليس وضع النصارى في ظل دولة إسلامية ستعلنوها ربما فيما بعد. وضع النصارى الآن، نحن لا نقاتل إلا من يقاتلنا، والنصارى لا يقاتلون الآن. إذا أقمنا حكم إسلامي في المنطقة فسيخضعوا إلى النظام الحكم الإسلامي المتواجد لدينا، فهم قضية دفع الجزية هو للقادر والمتمكن على دفعها، والغير قادر لا يدفعه. لكن أنتم الآن لا تفرضون شيئا على النصارى الذين عليهم. يجدون في المناطق الآن لا نفرض عليهم شيئا، ولم تأخذوا أحدا كما يروج الإعلام الغربي، لم تأخذوا النساء سبايا، ولم تأخذوا يعني لم تدخلوا في هذا الإطار. ليس لدينا حرب الآن مع النصارى، نحن الآن لا نحمل النصارى شان ما تفعله أمريكا، ولا نحمل النصارى شان ما يفعله الأقباط في مصر مثلا. فلكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيط بالمدينة المنورة 12 قبيلة يهودية، لم يأخذ خيبر بما فعلته بني قريظة، ولم يأخذ بني قريظة بما فعله بني قينقاع. لكل فعل فعلا استحق عقابا عليه يختلف عن الآخر، على قدر فعلته على قدر جرمه. هناك قرى شيعية تحت حصاركم في هذه المناطق، في ريف إدلب مثلا، في نعم. القوعة وكفارية، وفي نعم في حلب. نعم، هذه كانت ثكنات عسكرية للنظام ولا زالت، وهي قرى محاربة للإسلام والمسلمين، ولا يخطفون من أهل السنة من القرى المجاورة لهم. كان النظام ينطلق منهم القذائف والمدفعية إلى كل المناطق المحيطة بهم، فهذه قرى محاربة بشكل كامل، قرى محاربة بشكل كامل، وهي محاصرة الآن، وهي محاصرة بعد أن خرج النظام من إدلب، هي تحت الحصار. المهلة التي تعطيها للعلويين، هل تعطيهم مهلة مفتوحة أم مهلة مغلقة؟ والمعارك دائرة، وفي أي لحظة ممكن أن تدخلوا إلى مناطقهم؟ حتى أن بعض يعني حينما اقتربت من المناطق قليلا علمت أن بعض القرى العلوية التي في الأطراف في المواجهة لكم انسحبت إلى قرى أخرى أهلها خوفا منكم. والله نحن في جيش الفتح، النظام الذي يسير عليه هو مبدأ الشورى. مبدأ الشورى، أنا أتكلم عن رؤية جبهة النصرة الآن، ورؤية لا أعتقد أن هناك من يخالفني فيها في جيش الفتح، لكن هناك مبدأ الشورى. هذا الأمر لم يعني يثار نقاشه حول مدة معينة أو غير مدة معينة، لكن أنا أقول هذا في سياق تعاملنا من ما نفهمه من كتاب الله عز وجل، هكذا يكون سياق التعامل مع هذه الطوائف. هل جيش الفتح الذي يتكون من 7 فصائل رئيسية، وسبق أن حاورنا بعض المسؤولين فيه، هو تحالف استراتيجي بين جبهة النصرة وتلك الفصائل أم مرحلة تكتيكية؟ جيش الفتح بداية هو يعني جمع كغرفة عمليات لتحرير إدلب، ثم هذا الجمع كان مباركا فقرر تسميته بجيش الفتح، وهو قائم على الشورى، يعني بغض النظر من يقود هذا الجيش، هو قائم على مبدأ الشورى من الجمع من كل الفصائل. فهو ليس تحالف بين الجبهة وبين كل هذه الفصائل، لا، هو تحالف بين كل هذه الفصائل المجتمعة مع بعضها البعض. يعني هذه الفصائل لم تكن في جهة وجبهة كانت في جهة، ونحن منذ أن بدأنا العمل نحن نتشارك مع كل هذه الفصائل في العمل العسكري. كيف تنظرون عقائديا إلى هذه الفصائل؟ حلفاؤكم المسلمون لا يختلفون شيئا، هناك بعض الفصائل لديها بعض الأخطاء، نتحمل هذه الأخطاء
بسبب شراسة وضراوة المعركة. وكيف تنظرون لعموم المسلمين في المناطق التي تخضع تحت سيطرتكم؟ طبعا نحن المسلمون مسلمون، لا تكفرون لا المسلمين؟ نكفر نحن المسلمين. التكفير المسلم هذا بحاجة إلى فتوى، وهو من اختصاص أهل العلم، ولعامة الناس أن ينقلوا فتاوى أهل العلم. يعني نحن نقول إذا قام بحادثة معينة مسلم من المسلمين، قام بحادثة معينة، فيأتي طالب علم أو أحد المجتهدين في طلب العلم، فيعرض عليه كقاضي يفتي أن هذا الرجل مثلا خرج من الإسلام. يعني جبهة النصرة لا تقوم بتكفير مسلم إلا بما نص عليه الشرع، بما نص عليه الشرع. وما يشاع عنكم أنكم تكفيريون؟ نعم، هذه طبعا هي تهمة كالإرهابي، كالتكفيري الآن، هي تهمة للخصومة، هذه لكل من يريد أن يشيطنوه، لهم تهمة جاهزة له، يحضرون له فيلقونها عليه حتى ينفروا الناس من حوله، فهذا هو الأساس. بعض فصائل جيش الفتح التي هي معكم في نفس التحالف الذي أنتم فيه معروفة بأنها مرتبطة بجهات خارجية وتتلقى الدعم الخارجي. نعم. أنتم من أين تتلقون الدعم؟ نحن دعمنا ذاتي، لا نتلقى الدعم، نحن مما الله عز وجل يوفي علينا من الغنائم التي نأخذها من النظام، وهذه مناطق شاسعة وواسعة، هناك كثير من المحررة وكثير من الأعمال التجارية ممكن الاستفادة منها في هذه المناطق، وأرض الشام أرض غنية، هي ليست بحاجة لمن يتصدق عليها أو يساعدها في مثل هكذا أشياء. الدعم إن كان مشروطا فهو دعم خطير جدا، يتحول إلى تسييس في المستقبل، فنحن يعني لله الفضل والمنة أبينا أن نجلس جلسة واحدة مع جهة استخباراتية أو منظمة أو من يمثل عنهم، أو نقبل شيء من هذه المنظمات. ليس لكم أي علاقة بأي جهة ليس استخباراتية أو لدينا أي دولة خارجية؟ أي ارتباط مع أي جهة من هذه الجهات على الإطلاق، ولا تتلقون أي دعم حتى من بعض الدول الإسلامية التي تدعم بعض الفصائل؟ لا نتلقى أي دعم من أي دولة كانت من تكون. هل الإمكانات الداخلية في سوريا كفيلة أن تقوم بتمويل حرب؟ يعني أنا أريد أن أدلل على هذا في شيء، هناك وهم موجود عند بعض الفصائل في قضية ارتباطها في الدعم. أولا، ليس هناك دعم غير مشروط، معظم هذه الفصائل يشترط عليها، ولا ليس بالضرورة أن يقال لهم نحن نشترط عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، حين يأتيهم توجيه من حيث لا يعلمون. على سبيل المثال، ضرورة الساحة مثلا أن تثار مثلا معركة في حلب، فيأتي الداعمون لهذه الفصائل يقول نحن نرى مآسي حمص وما يجري فيها في حمص، فخذوا هذا الدعم مثلا لفتح طريق إلى حمص، والحقيقة تكون الساحة بحاجة إلى عملية حلب وليس حمص. في حلب وليس حمص، فهم يوجهوا الفصائل في هذا الاتجاه حتى يرتبوا مثلا شأنا سياسيا لتصالح أو شيء من ما يقوم به مبعوثين الأمم المتحدة في حلب، فيصرفوا هذه الفصائل عن معركة أساسية، وربما يكون حمص هي التي تحتاجها الساحة فيصرفوهم عنها إلى حلب. فلذلك هذا نوع من الضغط، هو ليس يعني شرط مباشر، لكن هؤلاء الناس يعرفون كيف يتعاملوا معه. المعنى ذلك أن من يدير المعارك داخل سوريا هم الداعمون في الخارج؟ لا ليس، بحيث أنهم في بعض الأحيان يحولون دون إتمام بعض المعارك لو حينما يقطعون الدعم؟ ليس إلى هذا الحد، وهناك عنصر يعني غير مسيطر عليه إطلاقا كجبهة النصرة. نحن نحدد المعركة ونجمع عليه الفصائل، وعندما نفتح هذه المعركة فكل الفصائل تأتي إليها. هذه الفصائل مثلكم موجودة على الأرض السورية، كيف نعم. تمكنتم أنتم من أن تجدوا التمويل الداخلي من المناطق الشاسعة المحررة بينما هم يعتمدون، ما هم مثلكم يقدروا ياخذوا الدعم الداخلي؟ المشكلة أن هذه الفصائل هي بنيت على هذا الأساس، يعني بنيت هي اعتمدت على الدعم الذي يأتيها من الخارج، وهذا الدعم يعني أنا اطلعت على بعض أشكال هذا الدعم، وجدته دعما زهيدا لا يساوي ثمن الجلوس معهم. هذا الدعم يأتي في ذخيرة ويأتي في بعض الأشياء، وهناك أنت يعني رأيتم في الشاشات التلفاز وفي غيره كل هذه الفصائل تمتلك دبابات مثلا، وهل يأتي دعم في الدبابات؟ الدبابات أخذت في الغنائم. بالنسبة للأموال، لا يعطونهم دعم حتى يبنوا فيه جماعة، يعطونهم دعم لغزوة معينة أو لشيء معين. هذه الفصائل لم تجتهد كثيرا في البحث عن هذه الموارد، واعتمدت على ما يأتيها من الخارج. نحن طبعا نرى خطورة على هذه الفصائل وعلى الساحة إن استمر الدعم بهذه الطريقة،
يجب أن يكون هناك قرار مستقل. فللشيطان مسلك على ذوي الحاجات. هل عرض عليكم من أي دولة أو أي تنظيم أو أي جهة استخباراتية تقديم دعم؟ نحن لا نفتح المجال أصلا لهذه العروض. الكل يعرف رأينا بشكل جيد أن نحن لا نقبل الدعم ولا نقبل حتى أن يرسل لنا رسول من قبل هذه الناس. فهذا الباب بالنسبة لنا مغلق إغلاق كامل، لا نفتحه. نحن نحرص على أن نكون حرين القرار والإرادة، وهذه الفصائل هي اعتماد ورأس ماله هو الذخيرة والمال الذي يأتي من الخارج. أنا تجولت على مدى عدة أيام في إدلب وحلب والريف والمناطق، مشيت مئات الكيلومترات، تكلمت مع الناس، وجدت أن مناطق غنية، مناطق يعني فيها استغناء كامل ربما عن الخارج، بس وجدت الناس في نفس الوقت لا تدفع ضرائب ولا تدفع يعني أشياء تفرض عليها من قبلكم، حتى الكهرباء ببلاش والماء ببلاش في الأماكن اللي فيها ماء وكهرباء. طب من أين أنتم تأتون بالدعم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فنحن أموالا في معظمها من الغنائم التي نأخذها من هل تكون نحصل كافية؟ من النظام. المساحة التي تسيطرون عليها شاسعة بالنسبة للذخيرة وما إلى ذلك، تكفي بفضل الله عز وجل. وهناك بعض الشؤون التجارية التي نعمل بها في بعض المناطق المحررة، وننمي بعض الغنائم التي نأخذها أيضا، فهناك مردود جيد يعني يأتي لا بأس به، يكفينا إلى حد كفاية ذاتية. ونحن لفترة قريبة نتلقى دعم من أموال المسلمين الذي يجمع من الخارج، يعني في فترات ضيق عليها من التبرعات التي تأتي من تقبلون المسلمين. تبرعات من المسلمين لكن فردية وليس من الدول؟ نعم، تبرعات فردية من لو قامت بعض الدول بإرسال تبرعات غير مشروطة تقبلوها؟ لا، نأخذ نحن من الدول والحكومات. لا تأخذون من الدول لأنه ليس هناك دعم غير مشروط، ولو أعلن عن هذا فالحقيقة تخالف هذا الأمر، يعني يصبح كما حال بعض الفصائل يجري الضغط عليها. إن تقبلون من جيوب المسلمين؟ نعم، نحن نأخذ من عامة المسلمين وهذا ما يحل لنا. وهذا كافي لكم لكي تستمروا في هذه المعركة الطويلة؟ بإذن الله تعالى الخير كبير وواسع والحمد لله رب العالمين، والله عز وجل لا ينسى أحد. والمسلمين يحبون جبهة النصرة ويحبون تنظيم القاعدة، يعني يتكاتفون معنا في هذا الباب، ونحن نأمل من جميع المسلمين أن يساندوا المجاهدين ويساندوا أهل الجهاد في ساحات الجهاد ويرسلوا إلى الشام من أموالهم. هل معنى ذلك أن المناطق المحررة تمتلك اكتفاء ذاتيا ودخلا ماليا يمكنها من خلال جبهة النصرة والقوى المسلحة الأخرى أن تخوض حربا طويلة مع النظام؟ بالطبع، في حال اجتمعت كل هذه الجهود وصبت في، لأن هذه الموارد مقسمة بين هذه الفصائل وبين هذه الكتائب، في حال لو اجتمعت هذه الجهود في نطاق واحد فبإذن الله تعالى هم بغنى بشكل كامل عما يأتيهم من الخارج. ولو أتاه من الخارج شيء مساعدة، يعني يكون من الهامش، فربما هذا لا بأس به. أما أن يسلب قرار بعض هذه الفصائل أو تسلب إرادتهم أو يضغط عليهم في أن يصدروا بيانات معينة مثلا أو يقولوا كلام معين حتى يرضوا الداعمين، فهذه الفصائل ستكون مسلوبة الإرادة، ونحن سنمر على مراحل أصعب بكثير مما مر علينا في السابق. فإن كان هذا القرار مرهون عند جهات أخرى ليس عند قيادات هذه الفصائل، فهذه مشكلة ستكون على الشام. الفصائل هذه الخارج لا يهتم إلا بمصالحه، ولا تهزه يعني لا تهتز مشاعره عندما يجد الأطفال والنساء التي تقتل والناس التي يشردون، لا تهتز مشاعرهم. فإذا هو يهتم في مصلحته، أين مصلحته؟ فيوجه هذه الفصائل حتى يكون تصب في مصلحته. أنا اطلعت على تقارير كثيرة حديثة خلال الأيام الماضية أن كثير من هذه الفصائل المتحالفة معكم في جيش الفتح يضغط عليها الآن لإخراج جبهة النصرة أو التخارج معها حتى يستمر الدعم الخارجي. لا يستطيعون. جبهة النصرة ليست يعني عنصر هامشي في الساحة. لله الحمد الكل يعلم أن جبهة النصرة باشتراك مع كل الفصائل، يعني لا نبخس من حق أحد، لكن جبهة النصرة بفضل الله هي رأس حربة. انظر إلى عمليات في درعا، انظر إلى القلمون، انظر إلى حمص، انظر إلى حماة، انظر إلى إدلب، انظر إلى حلب. فكل الفصائل تعلم أن جبهة النصرة ليست عنصر ثانوي في الساحة، وإنما هي عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنها، وهذا يدركه كثير من الناس.
ولا يمكن تهميش جبهة نصرة بأي حال من الأحوال. نحن بفضل الله عز وجل لدينا حضور بين الناس، لدينا خدمات كثيرة نقدمها للناس، لدينا أعمال عسكرية لا يستغنى عنها إطلاقا، ونحن لسنا بحاجة نستجي أحد حتى يقبلنا أو لا يقبلنا. نحن نعمل في سبيل الله عز وجل، وكثير من الفصائل الصادقة حتى وإن كان بعض القيادات أصابها شيء من الوساوس فتنازلت عن بعض مبادئها، فجنود كثير من هذه الفصائل وقياداتهم العسكرية ملتزمونها معنا بفضل الله عز وجل. أمريكا الولايات المتحدة منذ العام 2012 صنفتكم كجماعة إرهابية، مجلس الأمن أضافكم لقائمة العقوبات. الآن الطائرات الأمريكية مع الطائرات السورية جنبا إلى جنب في سماء سوريا تقوم بقصف مقراتكم. أنا قبل يومين كنت في مكان وكان هناك قصف شديد فيه، وعلمت أنها مقرات لجبهة النصرة. في اليوم التالي ذهبت لهذا المكان فوجدت كأن الأبنية قد تبخرت، يعني ما فيش أي أثر لهذه الأماكن، ولا أعرف ما نوعية هذه الأسلحة التي تستخدم. وجدت شظايا حاولت حملها كانت ثقيلة للغاية. أن جبهة النصرة لا تحارب النظام يبدو وحده، ولكن هي في حرب مزدوجة مع أطراف أخرى. طبعا هناك يعني هناك تحالف دولي كبير يعني يجري في الساحل الشامية، التحالف الإيراني مع النصيرية، مع حزب الله، مع النظام النصيري، مع بعض القوى الإقليمية، هذه أيضا جهة أخرى، مع التحالف الدولي، مع بعض الفصائل التي يعني تعاونت مع التحالف الدولي، مع جماعة الدولة أيضا. فهناك يعني تحديات كبيرة جدا تمر على جبهة النصرة. بالنسبة للتحالف الدولي، هذا النفاق الغربي هو معروف وأصبح مكشوف، يعني ليس هناك يعني حاجة لشرحه أو الاستفاضة في شرحه. هذا دوره في كل مكان وفي كل زمان، هو الذي صنع هذه الحكام وهؤلاء الطواغيت، وهو الذي يشرف على حمايتهم. فالنظام الدولي يعرف تماما أن الذي يؤثر كثيرا في النظام النصيري هي جبهة النصرة، ولذلك يحاول إضعافها بدعوى كاذبة أن هناك جماعة اسمها خراسان. ليس هناك جماعة اسمها خراسان، كل هذه مقرات هي مقرات لجبهة النصرة، وكل هؤلاء الذين يقتلون هم من جبهة النصرة، ومن بعض المدنيين الذين يصيبونهم بهذه أنا وجدت، هم قالوا في مكان في جماعة خراسان، أنا ذهبت إلى هذا المكان وسألت الأهالي فعرفت أن الذين قتلوا في المكان هم من أهل القرية. ليس هناك شيء اسمه جماعة خراسان، هذا سمعنا منه فقط من الأمريكان. الساحة كلها مكشوفة أمام الناس، وليس هناك جماعات سرية وجماعات ظاهرة، كل الجماعات ظاهرة وكل الجماعات مكشوفة. هناك جبهة النصرة، هناك أناس من خراسان كانوا يعملون في أفغانستان، في باكستان، يجاهدون هناك، التحقوا في الساحة الشامية. نعم موجود هؤلاء بين صفوفنا، موجود منهم. طبعا هم يدعون الأمريكان أن هؤلاء يحاولون ضرب أمريكا ويشكلون خطر ويهددون من هذه الأقاويل يعني، وهذا الأمر يعني لم يثبتوا الأمريكان فيه بشيء، وهو غير موجود. هل يمكن أن تكون الشام ساحة لنقل المعركة بين جبهة النصرة وبين الغرب؟ بالنسبة لجبهة النصرة، التوجيهات التي تأتينا من الدكتور أيمن حفظه الله هي أن جبهة النصرة مهمتها في الشام هي إسقاط النظام ورموزه وحلفائه، أقصد كحزب الله وغيره، والتفاهم مع الفصائل لإقامة حكم إسلامي راشد ينعمون به أهل الإسلام. ونحن الإرشادات التي أتتنا بعدم استخدام الشام كقاعدة انطلاق لهجمات غربية وأوروبية لكي لا نشوش على المعركة الموجودة. ربما تنظيم القاعدة يفعل هذا، لكن ليس من الشام، ليس من الشام. فهذا التوجيه الذي أتانا والأمر يعني الذي أتانا من الدكتور أيمن، حتى الآن قاصرة على الشام فقط. نعم، الشام وحزب الله. ماذا لو استمر القصف الأمريكي عليكم وعلى مقراتكم واغتيال رجالكم؟ الخيارات مفتوحة، ومن حق أي إنسان أن يدافع عن نفسه. الخيارات مفتوحة. التوجيه الذي أتانا إلى هذا الآن هو بعدم استهداف الغرب وأمريكا من الشام، ونحن ملتزمون في توجيه الدكتور أيمن حفظه الله. لكن إن استمر هذا الحال على وضعه، أعتقد أن هناك إفرازات ستكون يعني ليست في صالح الغرب ولا في صالح أمريكا. ما قراءتكم للدور الأمريكي في معركة سوريا؟ دور مساند للنظام.
أمريكا تساند النظام؟ نعم، أمريكا كيف؟ تساند النظام وتنافق في الإعلام على أنها هي يعني ضد هذا الشعوب، ضد مع الشعوب وضد هذا النظام. يعني أمريكا تساند النظام بكل أشكاله، أبرز شكل من أشكال مساندة النظام هي قصفها لجبهة النصرة التي تدافع عن المسلمين، والكل يشهد لها في هذا البع. فلماذا تقصفها؟ وخاصة تنتظر عندما نشكل ضغط على النظام فتبدأ بقصفها لجبهة النصرة. فأمريكا دورها مع التحالف الغربي هي دور تخدير لهذه الشعوب ولأهل الشام حتى تصل إلى حل سياسي توافق. الحل السياسي طبعا سيكون على دماء أهل السنة. هب أن بشار الآن ثبت في حكمه، أو أزيل بشار وثبت هذا النظام. فبشار لم يكن هو يقتل بنفسه ويذبح، بل كان يعطي الأوامر، وهذا شكل هذا النظام لم يتغير. أمريكا تريد للشام كما كان لليمن، أن تذهب بوجه وتأتي بوجه آخر. المهم أن يكون هناك حكومة تخضع للإرادة الأمريكية. تصنيف أمريكا لكل المنظمات والدول هو تصنيف لمن يخرج عن 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 إرادة الإرادة الدولية وإرادة النظام الدولي والإرادة الأمريكية. فلذلك دورها مساند بشكل كبير جدا، وهي فقط مهمتها تخدير هذه الشعوب ببعض المؤتمرات، وجنيف واحد وجنيف اثنين وجنيف ثلاثة، ومن مبعوث عربي إلى مبعوث دولي إلى مبعوث دولي آخر. لن تشاركوا ولن تقبلوا أي من هذه المؤتمرات السياسية التي يرتبها الغرب في الخارج بالنسبة للقضية السورية وحلها سياسيا؟ يعني سبق نحن وأن ذكرنا في لقاء سابق أن أطفال الشام لا يقبلوا بهذا الأمر. هذا الأمر متفق عليه عند جموع أهل الشام. هذا الأمر لا يتكلم فيه إلا بعض السياسيين المتواجدين في الخارج، لأن لا يشعرون أصلا بمآسي ما يجري في المسلمين في أهل الشام من أهل الشام. هذا الأمر محسوم بالنسبة للصغير والكبير. الناس أخذوا خيارهم وعرفوا أن المجاهدين بقوة السلاح هم من سيغيروا هذا الوضع الذي هم عليه، لا مؤتمرات جنيف ولا جلسات في واشنطن ولا أمم متحدة ولا غيرها. يعني من الأشياء التي شاهدتها في جولاتي بين القرى والمدن من حلب إلى إدلب إلى غيرها، أن الناس في هذه المناطق والذين يقدر عددهم بحوالي 5 ملايين سوري يعيشون في أمان شبه تام، باستثناء البراميل التي يضربها النظام وكذلك بعض القصف الذي يأتي من قوات التحالف. هل هناك تنسيق بين الطائرات التي تستخدم المجال الجوي السوري؟ بالطبع، هذا أمر يعني معروف عند الجميع. يعني ليس هناك جو واحد لطائرتين مختلفة. هذا في الطيران المدني ينسقون بين بعض، فكيف في الطيران الحربي؟ الطيران المدني هناك خطوط، تخرج طائرة سعودية وطائرة تركية فينسقون بين بعضهم، فكيف بالطائرات الحربية؟ يعني هل تعتقد أن طائرة أمريكية تدخل أجواء ومعها ومقابلها طائرة تابعة للنظام السوري مقاتلة وليس هناك تنسيق بينهم؟ كيف يجري هذا الأمر؟ أنت تتهم أمريكا بالتنسيق مع لدينا النظام السوري؟ وثائق على هذا الأمر، هذا شيء بديهي، شيء بديهي. من الوثائق اللي تحت إيديكم؟ وثائق مصورة في أجواء طائرات أمريكية وطائرات سورية. أنا بعض المجاهدين وبعض الصور قالوا لي هذا في أثناء جولاتي، يقولوا هذه طائرة أمريكية وبعد شوي يقولوا هذه طائرة سورية. نعم. وأنا يعني تعجبت للأمر، كيف يمكن لطائرتين لنظامين من المفترض أنهما يتقاتلان أو مختلفان على الأقل في جو معركة؟ يعني لو أنه كان هناك هدوء هذا جو معركة، الجو المعركة يجب. لكن أنتم لديكم توثيق لهذا مصور؟ نعم لدينا توثيق مصور، إذا أحببتم نزودكم به. يا ريت تزودون به. الدول التي تدعم النظام في سوريا وحريصة على عدم سقوط دمشق، وأنت في رؤيتك الآن قلت شيئا ربما غريبا على كثير من الناس، هو أن أول دولة حريصة على ألا يسقط النظام السوري هي الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا. ماذا عن الدعم المباشر والدول التي تقف إلى جوار النظام السوري وحريصة أيضا على عدم سقوطه؟ تقصد إيران يعني مثلا أو حزب الله؟ أنا عندي حزب الله وعندي، أنت قلت حزب الله، أنتوا داخلين معهم في المعركة، إيران. طيب بالنسبة لحزب الله، حزب الله أدرك منذ بداية ظهور الجهاد، ليس بداية الثورات، فهو كان يعني يعلم بشاعة هذا النظام ويعلم إجرامه، وأنه قادر على إخماد هذه المظاهرات التي حدثت في بداية الأمر. لكن عندما رأى ظهور وبروز مجاهدين ورأي جهادي، فعلم أن الموضوع أخذ في طوره الجدي في ذاك الوقت.
فهو أدرك تماما لأن حزب الله مصيره مرتبط ارتباط وثيق، ارتباط عضوي يعني، ارتباط وثيق ومباشر بمصير بشار الأسد. فزوال بشار الأسد يعني هو زوال حزب الله تلقائيا، وإذا زال بشار الأسد فحزب الله مجرد وقت. حزب الله له خصوم كثر في لبنان، وهذه الخصوم يعني ستتقوى كثيرا وسيعلو صوتها بمجرد ذهاب بشار الأسد، لأن بشار الأسد هو الداعم المباشر لحزب الله ويستمد وليس قوته من العكس. قوة الحاكم. لا، ليس العكس. الآن يساعده حزب الله، يساعد نظام بشار الأسد في الحالة التي وصل إليها النظام، ويحاول قدر المستطاع، يحاول جاهدا ويحاول عبثا أن ينقذ ما تبقى من حياة بشار الأسد، لأنه يعلم انتهاء بشار الأسد. فهو دخل حرب يعني رغم معرفته بالخسارة التي سيتلقاها، والخسارة الكبيرة سواء على مستوى الشعبي، على المستوى السياسي، وحتى على المستوى العسكري، دخل حرب خاسرة لكن لا بد منها. هو بالنسبة له أدرك هذا جيدا منذ بداية الأمر، ونحن إلى لحظتنا هذه رغم المعارك التي تجري في القلمون لم نتبنى نحن كجبهة نصرة أو الفصائل الموجودة في الشام، نحن نقاتله لحزب الله الآن بالعدد اليسير المتواجد عندنا في القلمون. لكن حسن نصر الله تحدث عن معركة القلمون أنها معركة مصرية، وأن الحزب حقق فيها انتصارات سحق بها الثوار السورية. حزب الله يحاول أن يخيف اللبنانيين أن خطر قادم على لبنان، وحقيقة الأمر خطر قادم على حزب الله ليس على لبنان، لبنان لا علاقة له في هذا الخطر. فهو يريد أن يحشد كل هذه الطاقات الموجودة في لبنان على اعتبار أن هذا الخطر هو على الجميع ليس عليه فحسب. فلذلك المعركة بالنسبة له نعم معركة مصيرية ومهمة القلمون. جدا بالنسبة له يعني يريد أن يحمي حدوده الشرقية، يريد أن يحمي بعض البلدات. وبالنسبة لكم الشيعية، الحرب هناك حرب عصابات، وبفضل الله عز وجل نحن لنا ثقة كبيرة جدا بالله عز وجل ثم بالأخوة المتواجدين هناك، ولولا أن منشغلون في بعض المعارك مع النظام النصيري، ولو أن جماعة الدولة تقطع الطرق بيننا وبينهم. جماعة الدولة صحيح هجمتكم من الخلف في القلمون؟ نعم، هناك القتال مع النظام من جهة. ما مصلحة جماعة الدولة في أن تهاجم يعني مجاهدين أو مقاتلين يقاتلون حزب الله والنظام؟ يعني هناك النظام يقاتل من جهة، وحزب الله من جهة، وجماعة الدولة من جهة أخرى. هم يرون أن هذه التقاء مصالح أو شيء من هذا القبيل، فعلوا أكثر في أكثر من موقع، في الحسكة، في دير الزور، حتى في حلب، فعلوا في أكثر من موقع، يستغلون هجوم النظام علينا في مكان من الأماكن ثم يهاجمونهما من أماكن أخرى ومن نقاط ضعف في أماكن أخرى. فهذه سياسة لعلهم يتبعونها هم. ما هي الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لمنطقة القلمون التي جعلت زعيم حزب الله حسن نصر الله يفرد لها هذه المساحة الهائلة سواء الإعلامية أو العسكرية؟ بالنسبة لحزب الله من جهته هي حدود المحاذية لبلدات شيعية هناك، وهو يعتبر أن هذه حدود للبنان يعني، فيحاول تأمينها بقدر ما يستطيع. وبالنسبة لنا هو محور مهم للدخول إلى دمشق من هذا المحور، أحد المحاور التي تدخل إلى دمشق في حال بدأنا معركة دمشق في المستقبل. وبالنسبة لنا أيضا هم أهلنا أهل القلمون، والأخوة الذين يقاتلون هناك معظمهم من أهل القلمون، وهذه بلداتهم ومدنهم التي يعني أخرجوا منها في السنة الماضية ويحاولون إعادة السيطرة عليها من جديد. أنا حينما سعيت لفهم مساحة المعركة على الخريطة وجدتها تسع أكثر من 70 كيلومتر تقريبا. نعم، ومنطقة جبلية. نعم، معقدة. نعم نعم، يعني ليست بهذه السهولة البسيطة التي يتصورها الناس. لكن هل أنتم على ستدخلون مع الحزب في معارك أخرى؟ هل اكتفيتم بأنكم تراجعتم؟ الحرب قائمة، هي هذه مناطق ليست مدن، يعني حتى نحن نقول خسرنا هذه وهذه، هي جبال موجودة ولها رؤوس وتلال وما إلى ذلك، فهذه تحدث مناورات، يعني تخرج من هذه التلة تذهب إلى التلة الأخرى ثم تسترد، هي بمثابة حرب عصابات، ليس كما يجري الآن في إدلب وفي مناطق أخرى مثلا في درعا ومناطق أخرى. هذه تحولت الآن إلى معركة جيوش، أما بالنسبة للقلمون لازلنا في طور حرب العصابات. يعني المعركة ستمتد في القلمون؟ المعركة ستمتد، نحن يعني لن نتشتت في هذا الأمر، نحن سنبقى نركز على دمشق وعلى إسقاط هذا النظام، فإذا سقط فالأمور تلقائيا ستتحول فيما بعد. ما حجم وأنا يعني أؤكد أن سقوط بشار الأسد يعني ليس بالوقت الطويل جدا، يعني إن شاء الله المعركة في
يعني في نهاية، لا أريد أن يعني أبث شيء كبير من التفاؤل، لكن المعركة بوادرها جيدة جدا أصبحت، وهي يعني تدخل في طور نهايتها بإذن الله تعالى. وبالتالي حزب الله، أنا هنأشك باستفاضة في معركة دمشق لأنها معركة مصيرية. حزب الله سيكون أمره مجرد وقت، بمجرد سقوط بشار الأسد سينزوي إلى الجنوب تلقائيا، حتى وجوده في الضاحية سيكون محل يعني استفهام، وهذا بغير تدخلنا في لبنان، هذا من القوى الموجودة هناك في لبنان. وأنا أدعو من هذا المنبر كل القوى والأحزاب المتواجدة في لبنان أن تدرك ما أقوله جيدا وتدفع بهذا الاتجاه، ثم يعني بعد أنت ذلك أنت بتطالب القوى السياسية السورية اللبنانية التي غير متحالفة مع النظام السوري أن تشارك في إسقاطه؟ طبعا طبعا، ما مصلحتها في إسقاط نظام الأسد؟ لبنان يعيش في ظلم تسلط نظام بشار الأسد منذ 40 سنة، وهم يعرفون، كل لبناني يعرف مدى القساوة الشديدة التي يعانيها من تسلط هذا النظام. صحيح أنه انسحب في 2005 بعد أن قتل الحريري، إلا أنه يعني سلم البلاد إلى حزب الله الذي لا يقل بشاعة ولا جرما عن نظام بشار الأسد، ومده في كل شيء، فهو خرج ووضع حليفه الأقوى في لبنان. ولذلك حزب الله أنشأ لنفسه خصوما كثر في لبنان، ومن المحال أن يستطيع حزب الله أن يحكم لبنان يعني بالشيء الذي هو يسعى إليه. لبنان وضعه معقد جدا. حسن نصر الله عدة مرات قال إن النظام في سوريا لم يسقط بسبب دعم حزب الله ووقوفه إلى جواره، ولولا حزب الله لسقط الأسد من زمان. يعني أظن هو ادعاء أكبر من الحجم الواقعي. هناك ميليشيات كثيرة استخدمها النظام بشار الأسد، واعتمد كثير على الجيش الذي كان عنده، وهو ليس بهذه الهزالة البسيطة. يعني نظام بشار نحن نقاتله، وهو عدو شرس ولديه إمكانيات كبيرة، يعني الحزب مساند له، ليس الحزب وحده، الضوء مسلط على حزب الله. هناك عشرات من الكتائب العراقية التي أتت وساندت هذا النظام، هناك فصائل من أفغانستان، هناك تقريبا. تقدرون عدد قوات حزب الله التي تقف إلى جوار النظام بكم؟ في الحقيقة لا نستطيع، ليس لدينا معلومات يعني حتى. ما هي أهم الجبهات التي يتواجد فيها؟ هو يتواجد في شكل قوي ومباشر في القلمون، وفي الأماكن الأخرى يتواجد في الغوطة الشرقية مثلا، يتواجد كان في الحملة التي الفاشلة التي قاموا فيها على القنيطرة هم والإيرانيين وهذه الأحزاب الأخرى، وله قطعات موجودة في كل مكان، لكن هي أغلبها استشارية وما إلى ذلك. تواجد بالقرب من المناطق الشيعية مثل نبل والزهراء، تواجد بالقرب من المناطق الشيعية مثل الفوعة وكفرية. ليس النظام بقوة النظام استطاع أن يحدث هذا الفارق أو الخمول، وإنما هو بسبب الخلافات الداخلية والقتال الداخلي الذي حدث، استغله النظام فتقدم هذا التقدم. لكن معركة سوريا بالنسبة لحزب الله هي فعلا معركة مصيرية؟ نعم، هي معركة مصيرية، قلنا ارتباط مصيري، ارتباط وثيق. حزب الله يقف إلى جوار الأسد لحماية نفسه أولا قبل أن يحمي النظام؟ هذا من ذاك. هل سقوط نظام الأسد معناه انتهاء حزب الله في لبنان؟ طبعا طبعا، حزب الله يعني أمره، هو يعلم هذا جيدا. إذا كان هناك الشيخ أبو مالك حفظه الله في القلمون ومعه مجموعة من الرجال يقاتلونه، وفعل كل هذه الأفعيل وأربكه كل هذا الإرباك، وجعل من قضيتهم حسن نصر الله قضية مصير لبنان بأكمله، فكيف لو تبنى جبهة النصرة؟ كيف لو تبنى جيش الفتح بأكمله؟ كيف لو تبنت الفصائل العمل على حزب الله بشكله الجدي؟ ماذا سيكون مصيره؟ تعتقد أن المعركة مع حزب الله قادمة لا محالة؟ بالطبع هي معركة قادمة، ولو أخذ الآن القلمون أو لم يأخذه، أنا ذكرت أؤكد حتى يفهم المشاهد بشكل جيد أن مصير الحزب هو متعلق بمصير نظام بشار الأسد، زوال بشار وزوال نظام الأسد لحزب الله. عندي محاور كثيرة بقيت: الدور الإيراني في المنطقة كلها، في دعم النظام في سوريا، علاقتكم مع تنظيم الدولة والمشاكل الكبرى سواء العقائدية أو العسكرية القائمة بينكم وبينه، رؤيتكم لمستقبل سوريا ومستقبل النظام ومستقبل المعركة القائمة فيها. اسمح لي بحلقة ثانية إن شاء الله تعالى.
كبتني كثيرا من الجهد والوقت، وأشكرك على كل ما قمت به. ألححت عليك كثيرا أن تظهر بوجهك إلى الناس، ولكن لأنه لا يعرفك أحد إلى الآن فقد احترمت هذا الأمر وأشكرك عليه. فقد أردت أن أوضح للناس لماذا لم تظهر بوجهك. نعم، ويعرفني الكثير من الناس، لكن نحن على الإعلام، ليس الآن من برنامجنا أن نظهر على الإعلام. إن شاء الله في حوار قادم تكون قد يعني لبيت لنا هذا الأمر. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. تابعونا في الأسبوع القادم لنواصل حوارنا مع زعيم جبهة النصرة ومؤسسها في سوريا أبو محمد الجولاني. في الختام أقول لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم من إحدى المناطق المحررة في شمال سوريا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.